حد تهديد ده بتهديد. حاليا بيتم دفن جثث الشهداء في مجمع ناصر في الاراضي المفتوحه هنا، لانه صعب جدا انه تخرج برا المجمع على اي مكان اي مقبره انه تدفنهم، لانه احنا محاصرين واي شغ اي بني ادم بيتحرك خارج المجمع بيتم استهدافه. الليله طبعا عايشنا ليله مرعبه جدا، لا يكاد يتوقف القصف فيها دقيقه واحده، الابنيه تهتز فينا، المكان شظايا تتطاير علينا، ويبدو اننا تحاصرنا يعني من جميع الجهات، مثلما عايشنا هذا المشهد بالضبط في مجمع الشفاء قبل عده اشهر. كنا محاصرين ولا نستطيع الخروج، وحتى نحمي كرامه الشهداء من ان تتعفن اجسادهم او تخرج ريحتهم، اضطررنا انه في ساحه مجمع الشفاء انه ندفنهم، وها نحن نعاصر المشهد ونعيش المشهد مره اخرى وندفنهم ايش؟ في ساحه مجمع ناصر. فلا مكان امن، لا مكان للخروج، حياه صعبه